انا وليد عبد العزيز سائق الطاكسي. طلع عندي كليان هنايا نساء عندي بسطام فيه 13 شهور قيه 50 اورو 50 اورو اللي قلبت انا تما بقيت بسطام تحيرت شويه. من بعد انا بان لي خصني ندير البوست، هذا هو الحل ديالي باش انا باش نكون مرتاح. فعلا جبتو البوست، ملي جبتو البوست المهم حسبوا الناس ديال البوست حسبوا المسائل اللي لقاو تما في البسطام قيدهم في الريجيستر. ومن بعد انا صافي سلا عاوني. من بعد مع ديك الثلاثه اتصل بيا السيد بقى المسائل ديالو لكن تيجي. من بعد جبد ورقه ديال 50 اورو عطاها ليا قال لي اودي انا الحمد لله ملي لقيت غير الاوراق ديالي راه الحمد لله راني على هادي هذا المكان. وهذا السيد هذا فين لقى الاوراق ديالو؟ فين لقاه؟ لقاهم في البوست ديال البوليس؟ لقاهم في البوست ديال البوليس. هو جا البوست ديال البوليس لقى المسائل ديالو. قلت له ياك ما ناقصه شي ورقه ياك ما ناقص؟ قال لي لا ما ناقص والو. قال لي الحمد لله ملي لقيت المسائل ديالي الوراق ديالو المسائل ديالو هذا المكان. ياك ما كان غادي يديهم شي واحد ولا شي حاجه من قبل؟ حيتهم انت لقيتيهم في الطاكسي مباشرة ديتيهم سلمتيهم جبتيهم للسلطة سلمتيهم للبوليس هنا في المحطة. في المحطة. ومن بعد هما حلوا المسائل حسبوا داكشي اللي كاين تمايا وصافي قيدوا كلشي. عطيتهم التليفون ديالي. من بعد اتصلوا بيا شخصيا نتلاقينا ويا جهة الطاكسيات قال لي السيد هذا المكان فهمتي جبد ورقة 50 اورو عطاها لي. السلام عليكم، معكم سائق سيارة الأجرة من الصنف الثاني بمدينة أكادير أمكادو إسماعيل اللي قام بواحد العمل اللي كنتمنى أي سائق مهني أنه يقوم به. علاش؟ لأن البارح كنت هزيت واحد السيدة وطاح لها واحد البسطام فيه واحد 75,000 ريال و 800 ريال وهزيتها وطاح لها وديته للبوست ديال التنقيط من اللي عطيتو ليهم. درت واحد خدمت واحد 3 سوايع أخرى الصدفة سبحان الله العظيم تلاقيت مع ديك السيدة عاوتاني في البلاصة فاش حطيتها. مشيت عندها قلت لها واش انت اللي ركبتي عندي في الصباح؟ قبل ما نقول لها واش انت اللي ركبتي عندي في الصباح هي واقفة اصلا كتسنى واش غيبان لها الشيفور ولا ما يبانش لها. ملي وقفت انايا ومشيت عندها قلت لها واش ركبتي عندي في الصباح؟ قالت لي هي هي حكا راه طاح لي واحد البسطام وهذيك. قلت لها عاب شوية عليك راه هو راه خليته في البوست. وهي ما كانتش كاع عارفه شنو هو البوست لا ملي قالت لي شنو هو البوست شنو غادي ندير ما شنو غادي ندير. قلت لها تشدي اي طاكسي غتقول ليه ديني البوست ديال التنقيط في البطوار راه غادي يديك. هي هذيك دازت شدها الطاكسي ودازت البوست ديال التنقيط. ومن الصدفه عاوتاني واحد السيد قال لي وصلني البطوار. وصلتو البطوار واحد شويه كيعيطوا لي الناس ديال البوليس تما في البوست ديال البوليس. قالوا لي هذيك السيده حكا هي راه كاينه هنا جيت تشوفها واش هي ولا ماشي هي. ملي مشيت عندها قلت لها ودي هي وسلموا ليها المسائل ديالها. وما ننساش بلي ان راه هذه السيده راه كاين واحد لوردونونس ديال الطبيب تما ما بين الفلوس ديالها. وعيطوا الناس ديال التنقيط عيطوا للطبيب قالوا لي قال لهم هذه السيده راه كانت باغا هذه الفلوس للعمليه وكنتمنى من اي سائق مهني انه يقوم بهذا العمل. هذا كنظن انا راه واجب على اي واحد. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وتبارطاجيو لا فيديو مع صحابكم ومواقع التواصل الاجتماعي. ما تنساوش ديروا جيم وتضغطوا على الجرس باش يوصلكم جديد ديالنا.